ينضم معنا الأستاذ مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب وعضو الاتحاد الدولي. السلام عليكم سيادة النقيب. حياتي حضرتك من جمهور الكريم. أنا أشكرك على الانضمام إلينا، ولكن سيادة النقيب، الصحافة العراقية الورقية اليوم تحتضر في ظل هذه الأزمة، وهي تستصرخ فيكم الضمائر وحسكم الإنساني، لأن هنالك العديد من الصحفيين قد هجروا هذه المهنة، والمؤسسات أغلقت أبوابها معذورة لأنها لا تمتلك موارد مالية. أتفق معك أستاذ نجم، يعني هذه حالة للأسف يعني حالة خطيرة في مجتمع ديمقراطي، في أي مجتمع ديمقراطي حول العالم، خصوصا في العراق اللي أساس ديمقراطيته هو صحافة حرة وحرية الرأي والتعبير. يعني هذه الصحافة الورقية أصبحت جزء من أرث الديمقراطية في العراق. عمليا غياب الصحافة الورقية من المشهد الديمقراطي معناه إعدام حقيقي لهذه الديمقراطية، وإعدام حقيقي لنقل صوت الناس للرأي العام، للرأي الحكومي، للرأي الرسمي. المشكلة هنا في العراق للأسف يعني مع وجود هذا الوضع، نعم، لا نرى الكفاءة حقيقيا من قبل الدولة. أنا شفت الدولة قبل فترة، يعني أصلا هي الصحف الورقية كانت تعاني من وضع مالي صعب، نعم، والدولة وكأنه لم يكن هناك أي شيء يخصها. الآن بعد الجائحة يعني أصبح الوضع خطير. الآن الدولة يجب أن على الأقل منحة سريعة، قرض سريع بلا فوائد طويل المدى. يعني ما معقول يعني ما يوم غد أو بعد غد أو بعد فترة يذهب أحد الرئاسات إلى أي دولة في دول العالم وأحد المسؤولين ويسألونه كم صح أنت بلد ديمقراطي، كم صحيح بلدك، يقول لا عندي صحيفة واحدة. هل من المعقول إذا أغلقت الصحف بكرة يقول عندي صحيفة واحدة؟ أي بلد ديمقراطي هذا؟ لذلك أنا أطلب من الحكومة والدولة العراقية والمسؤولين الالتفات سريعا. هذه قضية تخص أرث الديمقراطية في العراق، ومشكلة على المسؤولين القائمين على هذه الدولة. إذا لم يرتفعوا عليهم أن يعرفوا أن العراق سيكون في وجهة نظر الآخرين الخارجيين الدول المؤسسات الديمقراطية بأنه بلد بعيد عن الديمقراطية. ولذلك أستاذ مؤيد، يعني أنت لك تجارب سابقة، حتى لا نريد أن نقول أن جائحة كورونا هي السبب، لكنه حتى قبل كورونا الحكومات المتعاقبة لم تولي اهتماما لدعم قطاع الإعلام، فقط لما تحتاج الإعلاميين وتحتاج الصحف وتحتاج الإذاعات حتى تفعل دورها تلقيهم موجودين، ماكو دعم إلى حتى هذه اللحظة، وكأنه سياسة ممنهجة لتدمير الإعلام العراقي. أتفق معك أستاذ نجم، يعني الدولة لم تلتفت بالصحف للأسف منذ عام 2003 لغاية الآن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لو قارنا الصحف العراقية جميعها تقريبا، لما أغلب هذه الصحف تعود لأشخاص مستقلين، صحفيين أو أشخاص مستقلين. أما القنوات الفضائية على سبيل المثال، مع احترامنا للجميع، هي أما تابعة لمؤسسة رسمية، مؤسسة حكومية، مؤسسة حزبية، بعضها ربما تابع لشخصيات عراقية لها ألمام في العمل الصحفي، لكن الأغلبية هناك من يمول هذه المؤسسات القنوات التلفزيونية. أما الصحف لا يمولها أحد، جميع الصحف العراقية لم تمول الآن. هذه التي تضررت أو الأغلبية العظمى التي تضررت لم تمول لا من أحزاب ولا من دولة ولا من جهة رسمية. لذلك على الدولة أن تسارع. هذه مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية في العراق. هناك مئات العاطلين الصحفيين سيصبحون غد وبعد غد. الآن ربما تصدر الصحف أونلاين لأنه هناك حظر تجوال، لكن في المستقبل حتى أونلاين لا تصدر، ولدينا مئات العوائل أين يذهبون؟ وأين هذا النظام الديمقراطي الذي يدعي بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأموال الشعب هي الأموال الدولة والثروة هي للمواطنين؟ هؤلاء الذين يعبرون عن رأي المواطنين هم أبناء الأسرة الصحفية العراقية وأبناء الصحف العراقية. لذلك أطالب رئيس الوزراء شخصيا والرئاسات والجهات المسؤولة أن يفتحوا عيونهم تماما ويضعوا الحلول المالية الفورية السريعة، لأن هذه قضية هم، مستقبل العراق وديمقراطية العراق وسمعة العراق خارجيا. أستاذ مؤيد، أنا عهدي بك وما زال هذا العهد قائما أنك نشط وتبحث في المستحيلات،
أنت شفت قبل أيام الرئيس برهم صالح عندما التقى بوزير الصحة والكادر الصحي وأصحاب الكفاءات المالية، قال عملنا على أن نكون دعما خارج الحكومة، بمعنى الحكومة ما عدها. الآن أنت لماذا لا تسير بهذه الخطوات من خلال مصارف، من خلال رجال أعمال؟ لأن الجماعة ما لهم علاقة بالديمقراطية، الجماعة يحسب ايش قد يطب بجيبه وايش قد ياخذ وايش قد يبوق، لكن أنت مسؤول أمام قطاع حيوي يقدم العراق كنموذج، أنه سلف من 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 المصارف، شخصيات الله ممكنها حتى تنعش هذا القطاع الذي يراقب. عندك تحركات بهذا المستوى؟ نعم. حقيقة أستاذ نجم، هذا الأسبوع وربما الأسبوع القادم يعني أكثر حال سألتقي فيه محافظ البنك المركزي الأستاذ علي العلاق. العلاق، وايضا ساحاول التقي بالسيد وزير الماليه، وايضا سالتقي بالسيد رئيس الجمهوريه. فعلا هذا الصندوق هو صندوق مهم الان، صندوق دعم الصحه العراقيه، وهناك العديد من الاتحادات والشخصيات والبنوك ساهمت في هذا الصندوق. ايضا الصحافه العراقيه جزء من الهم اليومي وجزء من المشكله الحقيقيه في العراق اذا غيبت، لذلك سأعمل في هذا الاتجاه، وإن شاء الله نلقى صدى إيجابيا من هذه الجهات الرسمية ومن البنوك أيضا، رغم أن العديد من الجهات الآن تطلب معونة بطرق عديدة، لكن أعتقد أن الصحة والصحافة الآن هي في مقدمة من يحتاج إلى هذا الدعم. أولا لدعم الصحفيين، مئات العوائد من الصحفيين، وأيضا إعادة الحياة الطبيعية للصحافة العراقية، للصحافة الورقية، بأن تكون صحافة مؤثرة محليا وخارجيا. الصحافة العراقية لها تاريخ كبير وتاريخ مشرق، والآن بعد 2000 الكهرة شاهدت مشاهدة كبيرة في تثقيف الناس، في الوقوف مع القوات الأمنية، مع الحشد الشعبي، في الحروب، وفي العمليات مواجهة العمليات الإرهابية. هذه قضية يجب أن لا تنكر من أصحاب المصلحة، من أصحاب السلطة، من أصحاب الأموال، من الجهات ذات العلاقة التي ممكن أن تفعل نعم العديد من المبادرات. نحن سنقترح ونطرح هذه المبادرات على كل الجهات، ونعلن بشكل رسمي من تعاون ومن لم يتعاون. أستاذ مؤيد، اليوم أكو ملاحظة أنت تدركها قبل غيرك، هنالك اليوم استهدافات للشخصيات الإعلامية الوطنية التي حاربت الفساد، هنالك اليوم جيوش إلكترونية، أو مثل ما يسميها محمد السيد محسن جحوش إلكترونية، هذه تحاول أن تفسد في الإعلام العراقي. وأنتم كنقابة، أنت ما شاء الله نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، عضو الاتحاد الدولي، عندك تراكم من الخبرة. هذه الجيوش الإلكترونية متى ستفتت؟ من المسؤول على أن يخلص المجتمع الصحفي منها؟ كيف ممكن أن تلجؤون للقضاء لأن تقف وراءها جهات فاسدة تحاول أن تدمر الإعلام العراقي؟ أستاذ نجم، هذه القضية مسيطر عليها، لكن المتضرر عليه أن يلجأ بشكوى رسمية للنقابة ثم حتى للقضاء لاحقا. نحن طرحنا أكثر من فكرة على الدولة وعلى الحكومة في وقت سابق للسيطرة على هذه الجيوش الإلكترونية التي بعضها يتبع لأحزاب وبعضها هي تابعة للحكومة. سيادة النقيب، هي تابعة لمتنفذين بالحكومة، يعني هو معك في هذا الموضوع. لهذا لم تتعاون الحكومة معنا، ولم تتعاون بعض الجهات السياسية معنا، لأننا سنكشف هذه الجيوش الإلكترونية ومن يمولها. هذه تمول أستاذ نجم، تمول بمئات الآلاف وربما بملايين الدولارات، وهناك أشخاص متخصصين بهذه القضية. أعتقد هذه قضية خطيرة على المجتمع، لكن أني أطلب من كل متضرر أن يلجأ فورا للنقابة إذا لديه ملاحظة بسيطة، ويعرض حتى خيط رفيع هذا صاحب الموقع أو ذاك حتى المزور، ونحن بدورنا وإياه نلجأ للقضاء، والقضاء حاسم وحازم في هذا الموضوع. وإن شاء الله يقع في شباك القضاء من يقف وراء هؤلاء من السياسيين والحزب. قبل أن أختم معك سيادة النقيب، هل لديكم ماردات بالنقابة ممكن أن تأخذوا جزءا منها لتقدموا معونة بسيطة للمؤسسات الورقية حتى تستطيع أن تقوت؟ نعم. الآن تستطيعون أن تقدموا معونات للصحافة الورقية تقوت بها صحفيها إلى أن الله يفرج الأزمة؟ أن تعرف أستاذ نجم، النقابة لا تملك أموال ولا حتى أموال نعم. محدودة، يعني حتى إحنا ربما هذا الشهر في عوج يعني من رواتب موظفين ورواتب، حتى الصحيفة أعطيناها نصف راتب هذا الشهر، لأن يعني كل هو يمر في هذه الطاقة. لكن أوعدك، أنا أوعد الزملاء
بان هناك تحرك سريع على السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الماليه ومحافظ البنك المركزي وعلى البنوك الاخرى وعلى السيد رئيس الوزراء الحالي او المستقبلي، واعتقد اننا سنعبر هذه المشكله وسنحصل على موافقه سريعه من قبل هذه الجهات، على الاقل قروض ميسره بدون فوائد لرؤساء تحرير الصحف العراقيه. الاستاذ مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، عضو الاتحاد الدولي للصحافه العالميه، اتمنى لك التوفيق استاذ مؤيد.